جدا ومرحبا بكم عند خالتي زبيده. اليوم عندي لكم واحد ريسيت ريجيم. قلت لكم ريجيم راها ريجيم نديرها بالملفوف ولا المكور. هادي شو يلا تبعوا معايا حتى الاخر. بون عندي الملفوف، اش غنديرها؟ غادي نقطع ليها غير الراس ديالها غير هكا. بسم الله طريه زوينه، يلا قطعتها من الجرده. غادي نخوي لها هذاك الوسطاني، غادي نحاول ما امكن نخوي غير بشويه باش ما يتصوب لكمش. دونك غنحاول نخويه غير بشويه طغاده مع هكا. حتى عندي هنايا كفته ديال الدجاج واحد شويه، ما كملاش 150، شويه ديال حيت المكور غيكون غير. دونك عندي هنا البصله، واحد البصله صغيره مشلضه صغيره قطعه مكعبات. هنا عندي جزاره خيزو لي كاغوط حتى هو. عندي هنا المعدنوس، واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس. عندي هنايا واحد الراس ديال الثومه. عندي هنايا شويه الكمون، هي شويه كمون. عندي هنايا الخرقوم كركمه، وعندي هنايا الفلفل الاحمر التحميره اللي كنقولوها حنايا. وعندي الملحه طبعا، الملحه حسب الذوق. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون باش ما تجيناش الكفته ناشفه. دوكا نخلط هادشي كله، هذا هو الخليط. غادي نخلط هادشي كله هنايا بحال هكايا، تيتخلط ليا مزيان. الريحه ديجا طالعه غزاله. وغنزيد عليه واحد جوج بيضات، بيضه حتى جوج بيضات انتي. دونك ها جوج بيضات عبد البلدية تجي وجات ديالي، وغنزيد معاها جوج البيضات. دونك هاكا المكور ديالي ها هو، شتيه؟ دونك تقريبا نص طاب نص طيبه. دونك غنعمر هذاك الخليط، غنعمرو في هذيك الحشوه، غادي نديرها هنايا. غنحاول ما امكن ندخلها باش تقدني الحشوه ديالي، وغتقد ايه باش ملي غتقطع كتجي زوينه، كتجي وافيه وكتجي المنظر زوين هاك. دونك هي هادي، وغادي نغطيها بهذا هذيك الراس ديالو. غادي نغطيها بحال هكايا، غادي نلويها في هذا البابي ونديرها بابي الومنيوم ونديرها في الفرن بحال هكذايا. غادي نلويها هنايا ونعاود نلويها ونخليها طيب تقريبا واحد نص ساعه يكون الفران سخون، وغادي ندير عليها البابي الومنيوم صافي. وغندخل انا قلت لكم الفران تقريبا واحد نص ساعه يكون الفران 180 درجه واحد نص ساعه، ومن غادي توجد غنوريها لكم. يلا الخوف ديالي ها هو كيجا، جا رائع. هانتوما شتي كيجا، انا غنقطعو غنوريكم. هانتوما لي شو ديالي هما هادو، هاهم جات رائعة الروعة. هانت كيجا